من السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار، ولكن من الصعب أن يكون له القدرة على التحمل والصبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا معناني في القلب لأنه في هذه الأحوال بكتب ايه؟ مليتك دلوقتي. ما سمعتش؟ لا سمعتني. سمعت بس بستعبط. طب يا مرسي تاني مرة لو سمحت ما تستعبطش. اوكي. تفضل. من السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار. قبلتي قبلتي قبلتي. أيوة تحت أمر. أمي بتسلم عليك وبتقول لك مليني واحدة واحدة. واحدة واحدة. أفتكر إن الست الوالدة ملهاش دخل أبداً باللي إحنا بنعمله ده. طب وليني واحدة واحدة. حاضر. عشان بستوعب وأنا بكتب. حاضر. واحدة واحدة. حاضر. حضر لك الخير يا ضنايا. واحدة واحدة. من السهل. واحدة واحدة. على الإنسان. واحدة واحدة. وبعدين؟ وبعدين؟ ضحكنا كتير، هناخد السنة كلها ضحك ولا إيه؟ عندك حق. واحدة واحدة. مينا. واحدة واحدة. أنا ما قلتش غير مينا. وهي مينا دي شوية. واحدة واحدة. مصربعة على إيه؟ لسه السنة قدامنا طويلة. حاضر يا مرسي. ميم نون. مين نون؟ تبقى مينا. مين نون؟ من السهل على الإنسان أن يقلد صوت الحمار، ولكن من الصعب أن يكون له القدرة. اللي كتبته ده يا مرسي؟ مينا. فين التكملة؟ تخت خلصت. ايه هكمل على هدومي؟ هجيب تختة من عند أمي؟ هصرف على الحكومة بقى ولا ايه؟ اتفضل اقعد. نعم؟ اتفضل اقعد. انا كنت قاعد، كنت قاعد وجاي بتاكس وهروح بتاكس. انا كنت قاعد. لازم تجيبوا كلام روحكم. يا نهار اسود مريض بستنين. لا يا جدع يا خبر اسود. ما انا كنت قاعد، كنت متنيل على عين اهلي وقاعد. طب عيني في عيني كده، كنت قاعد وما كنتش قاعد. لازم تمشوريني يعني؟ عاجبك طولي؟ هتدفعي لي ثمن العطله اللي تعطلتها دي؟ وقافل المحل ورايح للسنبوره وجاي من السنبوره واخد تاكسي وجايب التاكسي وجاي. اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. بتحطي نفسك في مواقف بايخه.